بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، سيد الأمين العام، سيداتي سادتي، يشرفني باسم صاحبة سمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم رئيسة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج أن أرحب بكم وأن أشكركم على تلبية الدعوة. إنها لمناسبة طيبة تجمعنا لإعطاء انطلاقة آخر منتجاتنا في المجال الثقافي، ويتعلق الأمر بمركز ثقافي افتراضي يقوم على استخدام أحدث طرق التواصل الإلكترونية من أجل خدمة مواطنين في الخارج والمزيد من الانفتاح عليهم والتفاعل معهم. لقد دأبت المؤسسة خلال السنوات الأخيرة على مواكبة التطورات التكنولوجية وتسخيرها بما يساعد على توفير أحسن الخدمات لفائدة مغاربة الخارج، كما كان الأمر منذ سنة عندما أطلقت المؤسسة برنامجاً طموحاً لتعلم اللغة العربية عن بعد من خلال موقع مدرسة. ولقد لقي هذا الموقع استحسانا كبيرا من طرف جاليتنا المقيمة خارج الوطن، رغم أننا لازلنا في بداية هذه التجربة الفتية. ولما كان الهدف الأسمى الذي كان وراء إحداث هذه المؤسسة من طرف المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، والذي أحاطه جلالة الملك محمد السادس بكريم عطفه وعنايته، لما كان الهدف هو جعل أبناء هذا الوطن أينما وجدوا يعتزون به وبالانتماء إليه وإلى ثقافته، فقد عملت المؤسسة على إطلاق موقع إلكتروني خاص بالثقافة المغربية اسمه إي ثقافة، يجسد تطلعات مواطنين بالخارج إلى تعزيز الارتباط بالوطن الأم واعتزازهم بانتمائهم وجذورهم. ومن جميل الصدف أن يتزامن تدشين هذا المركز الثقافي مع صدور مرسوم متعلق بإحداث وتنظيم مراكز ثقافية مغربية بالخارج، وهو المرسوم الذي يجسد المبادرة المتميزة التي أقدمت عليها الحكومة بإحداث مراكز تخدم الثقافة الوطنية وتعرف بها في الدول والأوساط الأجنبية، وخاصة تلك التي يعيش بين ظهرانيها مواطنون مغاربة. حضرات السيدات والسادة، إن الثقافة هي من المقومات التي يرتكز عليها نمو واستقرار وازدهار الدول والشعوب، وتقوم الثقافة بدور الرافعة الأساسية في تمثيل الروابط بين مغاربة الخارج وبلدهم. ومن هذا المنطلق فإن المؤسسة تهدف من خلال إي ثقافة إلى إيصال الثقافة المغربية بشتى تجلياتها وتعدد روافدها إلى مختلف شرائح مواطنينا المقيمين بالخارج، وتسعى من خلال هذا الاختيار إلى كسب الرهانات التالية: أولاً، إبراز الخصائص الروحية والفكرية والمادية والفنية للمغرب في تفاعلها الدائم مع مختلف المؤثرات الثقافية على مر العصور. ثانياً، إحداث فضاء جديد لإغناء ثقافة التنوع والحوار والوئام والسلام بما يساهم في إبعاد تيار الظلام والدغمائية الذي يدعو إلى التطرف والعنف ويؤدي إلى التخلف والانحطاط. إحداث فضاء للتبادل والحوار البناء يحافظ على الهوية الثقافية المغربية ويبقى منفتحاً
على القيم الثقافية الكونية. أخيرا، فتح سبل إغناء الثقافة المغربية بمساهمة مغاربة الخارج في انفتاحها وتطويرها وتجديدها. حضرات السيدات والسادة، أجدد لكم الشكر على حضوركم معنا في هذا اللقاء، وأغتنمها فرصة لأتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ عبد العزيز التوري ولجميع الأساتذة والمثقفين والفنانين الذين ساهموا معنا بشكل مباشر أو غير مباشر في إنجاز هذه النشرة الأولى لإي ثقافة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.